بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذكر تحت هذا الباب قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا الباب العظيم من تأمل فيما جاء فيه من آيات كريمات فإنه يدرك زبدة الرسالات التي بعث بها أنبياء الله ورسله، فإنهم بعثوا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وأن من أعظم أنواع العبادة أن يتعلق القلب بالله عز وجل عبادة ودعاء واستغاثة واستعانة. ولهذا بوب المؤلف بهذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذلك أن المؤلف في كتابه التوحيد يفسر التوحيد بما يضاده أحياناً، ومما يضاد التوحيد أن يقع العبد في شيء من الاستغاثة بغير الله أو دعاء الله عز وجل. والاستغاثة هي غالباً تكون من أن تستغيث لدفع كربة حصلت لك. ولذلك ذكر بعدها الدعاء، قال: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا يدل على أن الاستغاثة من الدعاء، لكن ذكر الخاص أولاً ثم ذكر بعده العام، نص على الخاص لأن أكثر ما يقع من المشركين في الاستغاثة بغير الله عز وجل، ثم عطف عليه ما هو أعم وهو الدعاء.
فالاستغاثة جزء من الدعاء، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يدخل فيه الاستنصار بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل ونحو ذلك من أنواع العبادة. ولهذا عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. وأعظم عبادة لله عز وجل هي عبادة الدعاء، أن يتوجه قلبك لله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل. وهذا الدعاء يكون رغبة ورهبة، يكون رغبة أي أنك ترغب فيما ينفعك فتتوجه إلى الله عز وجل لتحقيق ما ينفعك، أو رهبة بمعنى أنك تتوجه إلى الله في دفع ما تخشى منه، وهو أمر فطري، فإن الإنسان له حاجات وله رغبات وله خوف، فهو يخاف ويرجو، ولهذا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما يريده ولدفع ما يخشاه. ولهذا يعني لما قسم العلماء الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهي في الحقيقة متداخلة، فإن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة، ودعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل، كأن تذكر الله عز وجل وأن تثني عليه، فهذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن تطلب منه أن يحقق لك شيئا بهذه الحياة الدنيا، تطلب منه أن يدفع عنك مرض، أو أن يصلح لك ولد، أو أن يصلح لك زوجة، فهذا طلب مسألة محددة. وأما دعاء العبادة فهو الثناء على الله عز وجل، وهذا الثناء على الله هو داخل في الدعاء. ومما يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم ذكر ذكراً وهو الثناء على الله عز وجل بشهادة التوحيد. وأفضل ما قلت أنا والنبيين، يعني الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحجون، كانوا يقولون في يوم عرفة هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فسماه دعاء، أدخله في الدعاء، وهو ثناء على الله عز وجل. فهذا يدل على أن كل ثناء على الله عز وجل فهو دعاء. لكن كيف يدخل فيه المسألة؟ لأن العبد لما يثني على الله ألا يريد أجراً؟ يريد أجراً، يريد أن يحصل على أجر، يريد أن يحصل على ثواب، فهو شبيه بدعاء المسألة. كأنك قلت: يا رب أدخلني الجنة، يا رب ثقل موازين حسناتي، يا رب أعطني كذا، فدخلت المسألة في الدعاء، في دعاء العبادة. وهذا الدعاء يدل على تعلق العبد بالله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فإنه لو كان الله عز وجل لا يسمع فإنك لا يمكن أن تدعو من لا يسمع، لو كان الله عز وجل لا يعلم بحالك فإنك لا يمكن أن تدعو من يجهل، لو كان الله سبحانه وتعالى ليس برحمن رحيم فإنك لا تدعوه، إلى غير ذلك. لو أنك لا تعتقد أن الله قادر على كل شيء فإنك ما لا تنزل به جميع حوائجك. فإن هذا الدعاء يجعل القلب يتعلق بكمالات الله عز وجل من أسمائه وصفاته.
ولهذا رأينا في دعاء الأنبياء جميعا وفي دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلق العبد بأسماء الله وصفاته، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأدعية لما سمعها من داعي قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فدل على أن هذه الأسماء هي سبب لإجابة الدعاء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: في كل دعاء، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني ألحوا على الله عز وجل في دعائه، وليكن هذا الدعاء في حال خفية، لأن هذا أدعى للإخلاص، يعني لا تجهر بدعائك أمام الناس. وأنت لما تدعو الله عز وجل فإنك لا تدعو أصم ولا غائب، وإنما تدعو عالم سميع يسمعك. ولهذا لما يكون الدعاء بينك وبين نفسك فهذا أدعى للإخلاص. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني الذين يعتدون في الدعاء، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا بد من تحقيق شروطها، ومن شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل في هذا الدعاء والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي بأدعية مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بمنزلة لا تستحقها، وإنما تدعو لا تعتدي في دعائك، فإن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا يبين حال المشركين، أنهم يعلمون أن الله إليه الملجأ في الشدائد، وإنما يشركون في حال الرخاء، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فإنه يوجد أهل شرك يلجؤون إلى غير الله في الشدائد وفي الرخاء. لكن كان السمة الغالبة على المشركين أنهم عند الشدائد يلجؤون إلى الله وحده، وإنما يدعون شركاءهم في حال الرخاء. ولهذا بيّن الله عز وجل هذه الحالة، وبيّن أنهم يفعلون ذلك، وبيّن أن الدعاء لا يصلح إلا لمن يملك الضر والنفع، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. العجيب أن المشركين يعلمون أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله، ويريدون من الذين يدعونهم أن يتوسطوا لهم ويتشفعوا لهم عند الله عز وجل، فهم يتوجهون لهم بالدعاء، ويريدون أن يقوموا هم بالنيابة عنهم بالدعاء لله عز وجل، وعندهم بذلك حجج شيطانية. فمن هذه الحجج أنهم يقيسون الله سبحانه وتعالى على المخلوق، يقيسون الخالق على المخلوق، ويقولون إن الملوك يحتاجون إلى أن يتوسط عندهم من له مكان عندهم. انظروا كيف بدأوا يقيسون الخالق على المخلوق، يقولون الملوك يحتاجون إلى أن يتوسط عندهم من له مكانة من الوزراء والأعوان ونحو ذلك. ومن الحجج الشيطانية التي يحتجون بها أن هؤلاء أهل صلاح وتقى، وما دام أنهم صلاح فدعاؤهم مستجاب،
لكن من قال أنهم يدعو أصلاً لهم، لأن أهل الصلاح والتقى لا يرضون بالشرك ولا يرضون أن يتوجه إليهم متوجه بالعبادة وهي حق خالص لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًّا ولا نفعًا. ولو كانوا يعتقدون أنهم يملكون لقالوا إلا يملكون لنا ضر ونفع، لكن يعرفون هذه الحقيقة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًّا ولا نفعًا والله هو السميع العليم. لأن هؤلاء الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بحالكم. وقال أيضًا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعني أن تستسلم قلوبنا وجوارحنا وألسنتنا لله رب العالمين، فهو الذي يستحق العبادة. وأما الذي ليس برب للعالمين فإنه لا يستحق العبادة. ولهذا حذرهم الله عز وجل من هذا المسلك، وبين أن الدعاء لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تتوجه بدعائك لغير الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، الضمير راجع للمشركين، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هؤلاء الأموات لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لهذا الدعاء الضائع، فإنه شبهه بحال رجل يفرق أصابعه ثم يدخل أصابعه في الماء يريد أن يشرب. إذا فرق أصابعه وأدخلها في الماء يريد أن يشرب، هل الماء يصل إليه؟ لا يصل إليه ماء البتة. وهذا مثل عظيم ضربه الله لهذه الحالة، فإن عملهم في ضلال مبين، ضياع. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني يبلغ إلى فمه، وما هو ببالغه، هذا مستحيل، لأنك إذا بسطت الكفين هكذا فهذا مستحيل، لن يصل لك الماء، فكذلك لن يصل فائدة لك من دعاء المخلوقين. وهنا نشير إلى تقسيم الدعاء، فهو أمر مهم. الدعاء ينقسم إلى أربعة أنواع، تأملوا فيها جيد حتى لا يقع أحد في لبس. فإن الدعاء ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن تدعو ميت، النوع الثاني أن تدعو غائب، هو على قيد الحياة لكنه غائب عنك بعيد، بينك وبينه مسافة. النوع الثالث أن تدعو حاضر عندك لكنه يعجز عن أن يجيب الشيء الذي تدعوه منه. النوع الرابع أن تدعو حاضر ويستطيع أن يفعل الشيء الذي تطلبه. إذن كم نوع عندنا؟ أربع أنواع. منها ثلاثة ممنوعة قطعا تماما، لا يجوز أن تدعو. منها ثلاثة ممنوعة تماما، ومن وقع فيها وقع في الشرك الأكبر. ثلاثة من هذه الأنواع، من وقع فيها وقع في الشرك الأكبر. المسألة الأولى أن تدعو ميت، فإن هذا الميت لا يدعى أصلا، سواء كان نبي، سواء كان ولي، سواء مهما كان، فهذا الميت لا يدعى، لأن الميت قد انقطع عمله، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس منها الدعاء البتة، وإنما ذكر أعمال خلفها يدر عليه الأجر بعدها. إذا مات، فإذا انقطع عمله هو فأنت تظن أنه سوف يتشفع لك ويتوسط، هو لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء ويفعل لك، يشتغل لك أنت، هو لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء، انقطع عمله، ولو كان يتوسط لكان يحصل على هذه الوساطة أجر، ومعنى ذلك أن عمله لم ينقطع، وهذا ما حصل البتة، ومعارض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن آدم هذا يشمل الأنبياء، يشمل نوح عليه السلام، يشمل إبراهيم، كل من ابن آدم، إذا مات ابن آدم يشمل الأنبياء وغير الأنبياء، الأنبياء الشهداء يشملهم إطلاقا. فإذا الميت لا يدعى البتة، ولا يحفظ عن نبي أنه دعا ميتا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو إبراهيم، لم يدعو نوح، لم يدعو موسى، لم يدعو أحدا من الأنبياء إطلاقا. إذن هذا النوع الأول، أن الميت لا يدعى إطلاقا، ولا يستغاث به، ولا يستعان به، ولا يطلب منه شيء إطلاقا، بل أنت تدعو للميت، إذا أتيت له تزوره فإنك تدعو له، فعملك لم ينقطع، تدعو لأخيك المسلم الميت، تدعو له. أما أن يدعو هو لك أو تطلب منه أن يدعو لك، فهذا هو الشرك بعينه، أجارنا الله وإياكم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون غائب عنك، يعني بينك وبينه مسافات، ولو كان على قيد الحياة فإنك لا تدعوه البتة، وهذا بإجماع الصحابة، فإنهم كان يحصل لهم نكبات لما يكونون في الغزوات وبعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو أحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم يكون قريب منه في أطراف المدينة، يحصل له نكبة ولا شدة ولا شيء في المدينة، ما هم من مسافات بعيدة، ما ورد عند أحد منهم أنه يتوجه إلى غائب، لأن الغائب في حكم الميت لا يتوجهون له البتة إطلاقا في حال غيابه. فإذا كان غائب عنك وبعيد عنك وهو على قيد الحياة فإنك لا تتوجه له بالدعاء البتة. إذن هذه الصورة الثانية، ولو توجهت له فإن هذا من الشرك الأكبر، أجارنا الله وإياكم من ذلك. الصورة الثالثة أن يكون حاضر عندك، يعني جالس أمامك، لكن الشيء الذي تطلبه لا يستطيعه هو، كأن تطلب منه الولد، تقول أعطني ولد، أو أنزل المطر، أو ارزقني، أو نحو ذلك، هذا لا يمكن البت، هذا لا يمكن، لأنه لا يستطيع ذلك، فهذه لا يستطيعها إلا الله عز وجل، الإحياء، الإماتة، إنزال الغيث، كشف الضر، معافاة المريض، هذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن غاية ما كان يطلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الله عز وجل لهم، فهم إذا أرادوا المطر طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولم يقولوا يا رسول الله أنزل علينا مطر، وإذا انقطع الماء عنهم طلبوا من الرسول أن يدعو الله عز وجل، لأن الرسول حاضر وقادر على الدعاء، حاضر وقادر على الدعاء، لكن شيء لا يستطيعه فإنهم لا يطلبونه منه البتة. إذن الآن هذه كم صورة؟ ثلاث صور، هذه لا تطلب إلا من الله عز وجل. الصورة الرابعة أن يكون حاضر عندك والشيء الذي تطلبه منه يستطيعه، فهذه ليست بشرك، يعني شخص حاضر عندك تقول أعطني 100 ريال وهو قادر على ذلك يعطيك 100 ريال، فهذه ليست بشرك، وهذه لا زال الناس يطلب بعضهم من بعض ما يستطيعون، أعطني كذا، أعطني كذا، افعل كذا، فهذا مما هذا لا علاقة لها بالشرك.
هذه الصورة الرابعة فلا علاقة لها بالشرك، غير أنه يستحب للإنسان أن لا يسأل غيره، يستحب للإنسان أن لا يسأل غيره. ولهذا كما تذكرون مرة معنا في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بأنهم من صفاتهم أنهم لا يسترقون، السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن الشفاء في كتاب الله وكتاب الله عندهم، فلماذا يطلبون من غيرهم؟ ولأن الطلب فيه نوع ذل، الطلب فيه نوع خضوع وفيه نوع ذل، وهنا مدخل العبودية. العبودية لأنك لما تطلب من الله عز وجل أنت تستكين وتخضع وتذل وتلح في الدعاء ونحو ذلك. ولهذا كلما استغنى العبد عن غيره فهذا أفضل له، كلما استغنى ولا طلب، فإن طلب ما لا يحل فإنه يعاقب على ذلك. ولهذا من طلب الناس من أموالهم وهو ليس في حاجة فإنه يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه، أو يأتي ووجهه عظم ليس عليه مزعة لحم، بسبب أنه تعرض لذل السؤال وهو غني عنه. أما إذا كان في حاجة لذلك فهو مباح له، فهو مباح له، وإذا استعف فذلك خير له. إذن هذه أنواع الدعاء الأربعة. أكثر ما يقع من الناس الآن والعياذ بالله، وهذه حادثة، هذه حادثة، ولهذا هنا الشارح خوف من هذه الحالة وقال، يعني قال انتبهوا لدينكم. فإذا كان وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أشخاص يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله ويمرقون من الدين، يعني لا تظن أنك إذا قلت لا إله إلا الله وصليت وصمت أنك لا تمرق من الدين، فإنه يفعل الإنسان ذلك ويمرق من الدين إذا وقع فيما يفسد عليه دينه. وهو يشير بذلك إلى حديث الخوارج الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم أصحاب عبادة وقراءة للقرآن ويقولون لا إله إلا الله، فدل على أن الإنسان إذا لم يحافظ على دينه فإنه يخرج من دينه إذا لم يحافظ عليه. وأيضا ضرب الشارح مثلا بقصة الذين أضلهم عبد الله بن سبا اليهودي، الذين أقنعهم أغمار من الناس أقنعهم بأن جزء من الله حل في علي رضي الله عنه، يعني نقل لهم عقيدة النصارى، فإن النصارى يعتقدون أن جزء من الله حل في عيسى. ثم بعد ذلك تطور الأمر عند ملاحدة الصوفية حتى يظنون أن الله حل في كل مخلوق، ولهذا يسمون بأصحاب الحلول والاتحاد، يعني يرون أن الله اتحد بالكون وحل في المخلوقات، وهم فلاسفة المتصوفة. فإن هؤلاء الذين أضلهم عبد الله بن سبا اليهودي أقنعهم أن جزء من الله حل في علي بن أبي طالب، ولهذا سجدوا له من دون الله عز وجل، فاستغرب منهم كيف يسجدون له، فقالوا أنت أنت، يعني أنت الذي حل فيك جزء من الله عز وجل، فاستتابهم فلم يتوبوا لم يرجعوا، لأن الشيطان قد تغلغل فيهم فحفر لهم حفر وأحرقهم بالنار، وهذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. فدل على أن الإنسان يمرق من الدين وهو يظن أنه على هدى، وهو يظن أنه على خير، لكن بعد ذلك بقرون وجد عند بعض المسلمين من يستغيث بالأموات كحال المشركين الأوائل، وهذا الانحراف موجود إلى هذا الزمان. ف
فإنكم لو نظرتم إلى عباد الأضرحة وعباد القبور لو نظرتم لهم في شتى بقاع العالم لرأيتم أناس يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون يأتون للحج وهم يدعون المخلوقات من دون الله عز وجل. تجد أحدهم يقول يا عيدروس، لأنه سيد عندهم كان يظن له منزلة عالية وأنه يغيث المنكوبين، يا بدوي، يا عبد القادر الجيلاني، يا حسين، إلى غير ذلك من يعظمونهم من أصحاب الأضرحة والقبور. وهذا الدعاء هو مثل حال المشركين تماما، فإن المشركين كانوا يقولون يا اللات يا العزة يا هبل ونحو ذلك، وهم لا يعتقدون أنهم يخلقون، ما كانوا يقولون أن لهم نصيب من الخلق، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، وما كانوا يعتقدون أنهم يرزقونهم من دون الله عز وجل، ولا يعتقدون أنهم ينزلون الغيث، ما كانوا يعتقدون، وإنما أرادوا منهم التشفع عند الله عز وجل والوساطة، مثل الحجة التي يقولها هؤلاء حذو القذة بالقذة، ما في فرق تماما، نفس الحجة. ثم ركبوا أشياء كذب من عندهم لا أصل لها، منها بعضها أقيسة عقلية مصادمة لإجماع المسلمين، وبعضها كذب، يعني وضعوها مثل قولهم إن الكون يدور على 4 أقطاب، وإن هؤلاء الأقطاب يتصرفون في الكون، فإذا كانوا يتصرفون في الكون جاز لنا أن نستغيث بهم وأن ندعوهم. من قال لكم إن هؤلاء الأقطاب يتصرفون في الكون؟ من قال لكم؟ من أين أتيتم بهذا؟ يعني هذا مخالف لإجماع المسلمين، وليس فيه نص صحيح. يتصرفون في الكون، يديرون الكون 4 أقطاب، وبعضهم يسميهم أهل الديوان، وبعضهم يصل بعددهم إلى 70 ونحو ذلك من الترهات والخرافات التي عند ملاحدة الصوفية. ثم لو أن الله سبحانه وتعالى أسند إلى مخلوق شيء مما في الكون فإنه لا يحل أن يسأل أصلا. انظروا إلى ميكال، أليس وكله الله عز وجل على المطر؟ وكله ولا ما وكله؟ فهو المسؤول عن المطر، لكنه بأمر الله. ولهذا إذا كان الناس في قحط ما أحد سأل هذا الملك الكريم، وهو ملك من الملائكة، ما أحد قال له يا ميكال نريد مطرا. فأنت ما مثلك ما أنت الآن تعرف أن عندك رقيب على يمينك يكتب الحسنات، وعندك عتيد على شمالك، ما تستطيع أن تقول يا رقيب زيد في حسناتي، أو يا عتيد هذه لا تكتبها علي، لأن هؤلاء موكلون بأمر الله يفعلون ما أمرهم الله عز وجل. فمن قال لكم أن فيه إقطاب تدير الكون؟ كل هذا كذب ودجل لا أصل له البتة. فهم ينسجون خرافات ثم يبنون أحكاما على الخرافات، وبعضهم على التجربة يقول أنا مرة دعوت عند قبر ولي فاستجيبت دعوتي، وهذا ما هو دليل على الصواب، لأن الكفار وهم كفار أحيانا يدعون فيستجيب الله لهم، فإنه ولذلك يطعم الكفار ويرزق الكفار ويستجيب، فهذا لا يدل، إذا استجيب لك هذا لا يدل على الصواب. ومرة يقول خرج لي من الضريح شخص وتكلم معي وقال أنا عبد القادر الجيلاني ماذا تريد؟ نقول هذا الذي تكلم معك شيطان تلبس به، فإن الشيطان يتلبس بصور البشر، فهذا أمر معلوم. وكم ألم يتلبس الشيطان بصورة سراقة ابن مالك ويأتي للمشركين يحضهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ويقول إني جار لكم، فهم يظنون سراقة وهو ليس سراقة. ألم يأتي الشيطان في صورة رجل نجدي
ويدخل على المشركين وهم يخططون لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل معهم في المشورة، وكل ما عرضوا رأي قال ليس هذا لكم برأي، يتحدث معهم بلسان طليق باللغة العربية، ليس هذا لكم برأي، إن فعلت كذا وإن فعلت كذا، حتى وصل معهم إلى رأي أن يأتوا من كل قبيلة بشاب معه سيف صارم ثم يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتفرق دمه بالقبائل، ولهذا استحسنوا هذا الرأي. فهذه الشياطين هي من مهمتها إضلال الناس، فلو خرج لك الشيطان وقال أنا رسول الله، أو قال لك أنا أبو بكر، أو قال لك أنا عبد القادر الجيلاني، أو أنا الحسين، أو نحو ذلك، فلا تصدقه البتة، لا تصدقه البتة، لأن الدين ما يؤخذ عن هذا الطريق، وإنما الدين يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أمرنا بأن نفرد الله بالدعاء والاستغاثة فنحن لا نتجاوز هذا البتة. وكل ما قيل من هذه الحكايات وهذا الذي يلبسون به على الناس فهو باطل يصد الناس عن دين الله عز وجل. والذي أغرى كثير من عوام الناس أنهم لا يفهمون القرآن فهما صحيحا، ولا يفهمون عبادة المشركين فهما صحيحا، وإلا لو فهموا ما هي عبادة المشركين لرأوا أن الذي يمارسونه هو عبادة المشركين، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة هو عبادة المشركين، كما يحصل التبديل في الشرائع الآن. يعني اليهود لما بدلوا حد الرجم لأن الزنا كثر في أشرافهم فبدلوه، بدلوا حد الرجم. الذين يمارسون التبديل الآن في هذه الأحكام، ما هو الفرق بين فعلهم وفعل اليهود؟ اليهود لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا نحمم وجه الزاني ونركبه على حمار من باب الإذلال والتشهير، ونجعل وجهه يمذنب الحمار، فغيروا حد الرجم الذي عندهم في التوراة، اجتهدوا لأنهم يرون أن الزنا كثر في أشرافهم ولا يستطيعون رجم أشرافهم. هذا تبديل لدين الله عز وجل واضح. الذي يأتي إلى هذا الحد الآن ويصدر قانون ويقول الزاني إذا زنى فإنه يغرم بكذا من الدراهم، ما الفرق بينه وبين فعل اليهود؟ هل فيه فرق؟ هل يظن أن الله عز وجل يعاقب اليهود ولا يعاقبه؟ والحجة قائمة، هذا يقول إن حجته إن العالم المتحضر لا يقبل هذه العقوبات، العالم المتحضر ينتقدنا على هذه العقوبات، المتحضر هذا العالم عنده، العالم المتحضر عنده قوانين تغير الحدود، فحتى نقترب من هذا العالم المتحضر نسوي قوانين شبيهة بقوانينه. هذه حجة شيطانية، حجة شيطانية مثل حجة اليهود تماما، كثر الزنا في الزنا في أشرافنا. كذلك الذين يستغيثون بالأموات الآن، أنت لما تأتي إلى البدوي وتقول يا بدوي، بل لو أتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من البدوي من غيره وقلت يا رسول الله أغثني، فإنك وقعت في الشرك الأكبر. أو شكوت عليه وقلت يا رسول الله أنا مريض، فإنك وقعت في الشرك الأكبر. تشكو على مخلوق، تشكو على ميت. بعضهم يحتج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره والشهداء أحياء في قبورهم، فأنا ما كلمت ميت أنا كلمت حي. نقول الحياة البرزخية لها أحكامها، الحياة البرزخية لها أحكامها تختلف عن الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أن الصحابة حصل عندهم خلافات كثيرة، لو كانت الحياة البرزخية مثل الحياة الدنيا لجاءوا إلى حجرته وقالوا يا رسول الله حصل بيننا مشكلة، حصل بيننا قتال، ما هو الحل يا رسول الله؟ ما حصل، ما سألوه ولا سؤال واحد، وهذا إجماع منهم أن الميت لا يسأل سواء كان الرسول ولا غيره. فهذه الحجة الشيطانية التي يدافع بها أهل الضلال عن الشرك من أين أتت؟
وإن كان حي في قبره والأنبياء أحياء في قبورهم، لكنه لا يسأل ولا يطلب من شيء. ولهذا كان الصحابة في حال حياته يقول الرجل منهم: يا رسول الله ادعو الله لي، لكن بعد وفاته ولا واحد، يعني ما يريدون دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ممنوع هذا. ما ولا واحد منهم جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لي، ما في البتة. ولا تقرب له بعبادة، ما ذبحوا عند قبره ولا نذروا له ولا وضعوا صناديق للنذور عند قبره. فهذا مما يدل على أن هذه العبادات المنتشرة هي عبادات شركية تلاعب الشيطان بالناس فيها، كما تلاعب بالذين في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى سجدوا له، والصحابة كانوا متوافرون وموجودون، ولهذا أجمعوا على أن فعلهم هذا رد عن دين الله عز وجل، ولم ينكروا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلا التحريق بالنار. قالوا: لا يحرق بالنار، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فلو قتلتهم بدون تحريق فهذا هو المتعين، المتعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا ذكر هنا مجموعة من أدعية الأنبياء تدل على هذا الأمر العظيم. فذكر عن خليله إبراهيم لما بين بأن دعاء المشركين لأصنامهم لا تنفع ولا تضر، ثم اعتزلهم، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. تدعون من دون الله يعني سوى الله، فهم كانوا يدعون هذه الأوثان. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يعني دعاء غير الله لا يمكن. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، انظروا في هذا، سمى الدعاء عبادة لأنه اعتزل دعاءهم، فسمى الدعاء عبادة. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال: فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: وهذا دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. ثم قال: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به، إن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من ذلك العبادة شيئا لغير الله فالصارف مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله، من قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ومن العبادة الدعاء، يعني أدعو الله مخلصا له بالدعاء. وقال أيضا: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، لأسباب منها الغلو في بعض المشائخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، وهو هنا يريد أن يبين أن غلو الرافضة في علي بن أبي طالب مثل غلو بعض الناس في المشايخ الذين يغلون في المشايخ،
كغلو الرافضة في علي بن أبي طالب، فإن فرق من الرافضة غلوا في علي بن أبي طالب حتى قالوا إن الله رفعه إليه، وأنه في السحاب، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه، إلى غير ذلك من الترهات التي يعتقدها بعض فرق الرافضة في علي بن أبي طالب، فهم عبدوه من دون الله عز وجل. وبل الغلو في المسيح كما فعل النصارى في المسيح، فإنهم قالوا فيه جزء من الله سبحانه وتعالى وأنه ابن الله. قال: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني. وليش جاب يا سيدي؟ لأن هذا منتشر، لأن غالبا الناس أكثر ما يتعلقون بمن كانوا سادة، يعني لهم شرف النسب، فيظنون أن شرف النسب مبرر لأن تتوجه لهم بالعبادة، فيقول يا سيدي فلان انصرني أو اغثني أو ارزقني، أو أنا في حسبك، في حسبك يعني متوكل عليك، أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، وأمر قتله للحاكم. يعني ما هو أي واحد يشوف لواحد يقول يا بدوي يجرد السيف ويقتله، لا، ليس كذلك، وإنما الحاكم المسلم هو الذي يأتي به ويستتيبه، ويقول الاستغاثة بالمخلوق لا تجوز، تتوب إلى الله عز وجل. فإن لم يفعل فإنه بعد أن يستتيبه 3 أيام يقيم فيها حد الردة، هذا حكم الله عز وجل. قال: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا يذكره الله عن من؟ عن المشركين الأوائل، يقولون نحن ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، لا، ليقربون، بس يتوسطون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويذكر عنهم أنهم يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. انظروا اللي يقول أنا في حسبك، هذا توكل. من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا يقول لك الذين يطوفون بقبر البدوي ما أجمعوا، فكيف تقول إجماع؟ هؤلاء لا حجة لهم في الإجماع. المراد بالإجماع هو إجماع الصحابة وإجماع التابعين، فإن هذه القرون المفضلة ما كانوا يشكون في أن هذا كفر. من رجع إلى كتبهم ومؤلفاتهم وكلامهم فإنهم مجمعون على أن دعاء غير الله عز وجل كفر، ولهذا قال كفر إجماعا. وذكر أن أسماء الكتب التي نقلت هذا الإجماع من الكتب التي ألفت في الفقه، وذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلامه على أنواع الشرك، قال: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا الذي وجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوم أن بدأ بدعوته الإصلاحية التي اقتدى فيها بفعل السلف،
فإنه كان يوجد في القرى الذين عندهم امرأة، ليست امرأة واحدة بل عندهم جذع ذكر من فحل النخل هذا، وأن المرأة التي يتأخر زواجها تأتي يتأخر زواجها تأتي إليه وتقول: يا فحل الفحول أعطني زوج قبل الحول، يا فحل الفحول. وهذا جذع نخلة يقدسون ويعظمون، أوحى إليهم الشيطان أن من فعل ذلك يستجاب له. فكانت تأتي المرأة وتقول: يا فحل الفحول أعطني زوج قبل الحول. هذا شرك ولا ما هو شرك؟ لما تطلب من جذع نخلة أن يرزقها بزوج. وهم ناس يصومون ويصلون ويعلنون الإسلام، مما يدل على أن الشرك يتسرب إلى الناس إذا جهلوا التوحيد الصحيح. قال: فمن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، يعني من قديم، ليس المشركين الذين بعث فيهم الرسول فحسب، بل في زمن النمرود وغيره وفي زمن نوح عليه السلام، هذا الشرك العالم هو هذا الشرك من قديم، هو الطلب من الموتى والتوسط بهؤلاء الأموات. ولهذا قال: وهذا أصل شرك العالم. ولو ذكرنا إلى قصة أصحاب قوم نوح وسوف تأتي معنا، هو هذا شركهم، شركهم هو هذا. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. هو ذكر هنا أن من حجج الذين يعظمون القبور وينذرون لها ويذبحون لها، إنها يقولون إن الله أعطاهم كرامة، إن الله أعطاهم كرامة، فهم يغيثون المنكوب. نقول: من أين أتيتم بهذا؟ أولاً هذه ليست كرامة، هذه ليست كرامة، أن يكون شخص ينتصب طاغوت تدعوه الناس من دون الله عز وجل. الأمر الثاني: من أين لكم أن الله أعطاهم كرامة؟ ما في حجة البتة إلا أنه يقول: أتينا مرة وحصل كذا فقط، ما في. والكرامة صحيح يحصل لبعض الصالحين كرامة، لكن ليست من هذا الجنس، ليست في الشرك ولا في المحرمات. الكرامة مثل ما حصل لأسيد بن حضير لما جلس في مجلس علم ثم خرج في ليل ليس فيه نور، فجعل الله له نورا في سوطه، نور ينور له الطريق إلى بيته، هذه كرامة. يعني جعل الله له كرامة، نور ينور له الطريق إلى بيته. ومثل ذلك من كرامات الصالحين كما ذكروا عن أبي مسلم الخولاني وهو من خيار التابعين، فإنه قد جاء إلى الأسود العنسي، والأسود العنسي كان قد ادعى النبوة في اليمن مثل مسيلمة الكذاب، فألقى القبض على أبي مسلم الخولاني فقال له: أتشهد أنني نبي؟ فقال: لا لا أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: كيف تسمع هنا وما تسمع هنا؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنني نبي؟ قال: لا أسمع. فأمر بإشعال نار كبيرة ثم رمى به في النار فلم تضره النار. وهذه الحادثة مشهورة عن أبي مسلم الخراساني عليه رحمة الله، فلم تضره النار البتة، لم تضره النار. فهذه كرامة من الله عز وجل، لكن ليس فيها أنه أغاث أحد ولا نكب أحد ولا، ما في البتة، ما في شيء مما يقع فيه. ولهذا يقول الإمام الشافعي: لو رأيت الرجل يطير في الهواء، يطير في الهواء أو يمشي على الماء
فلا تقبل منه شيء يخالف الشريعة، لأن الدين من الرسول عليه وسلم. يعني لو رأيت إنسان يطير في الهواء فتقول الله هذا ولي، تحمله الملائكة، أنت ما تدري، قد تحمله الشياطين. يطير في الهواء أو يمشي على الماء، والماء الذي هذا يمشي بأقدامه يثبت له الماء، فهذه لا تأخذ من شيء من دينك البتة. الدين له جهة أخرى، الدين متابع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأصحاب الكرامات. مهما كان ترى عن شخص من كرامة فإن هذا إضلال، قد يضلك الشيطان بهذه الطريقة. فهذا الباب مسدود، وليس فيه إنكار للكرامات، لكن فيه إنكار أن تأخذ الدين من أصحاب الكرامات، لأنك ما تدري هذه الحالة التي طرأت عليه هي حال شيطانية ولا كرامة، ما تدري. فهذا الباب مسدود عنك. ولهذا الدين يؤخذ من مصدر واحد وهو الكتاب والسنة فقط. وما جاء، ولذلك الشيطان يأتي لبعض الناس ويدعي أنه الفضيل بن عياض أو أنه البخاري، بل ربما ادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما ادعى أنه الله. الشيطان هو شيطان، يعني يكذب، ما الذي يضره؟ فلا تلتفت لهذا البت، لا تلتفت لهذه الادعاءات، لأن لك باب واحد تأخذ الدين من قبله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. يعني عصمة من الضلال. إيش هو اللي تركه؟ قال: كتاب الله وسنتي. فهي سبب العصمة، وهي كافية، ولا تلتفت إلى غيرها، لا رؤى منامية، لا كشف. لأن بعض الشياطين الإنس الآن يقول: أنا كشف لي الحجب، جلست أعبد الله عز وجل وجلست في الأوراد والأذكار فانكشف لي الحجاب فرأيت اللوح المحفوظ. شوف اللي دينهم مبني على الكذب، فرأيت اللوح المحفوظ وعرفت ما فيه. طيب هذا الكشف ما حصل لأبي بكر، ما حصل لعمر، ما حصل لعثمان، ما حصل لعلي، ما حصل لأهل بدر. أنت من أنت حتى تكشف لك الحجوب وترى ما في اللوح المحفوظ؟ ومن الذي يصدقك أصلا؟ من يقولون والله هذا رجل طيب وصالح ونحو ذلك؟ مهما كان، لأنه قد يلبس عليه، قد ينكشف أشياء وتهاويل كلها من الشياطين وهو يظن أنه صادق. ولهذا قد يأتيه شخص يقول: أنا البخاري صاحب الصحيح، ويظن أنه صادق، هو مكذوب عليه لكنه من جهله مشت عليه. بل ذكر شيخ الإسلام أنه لما سجن في القلعة جاء من يكون على صورته ويحسن إلى بعض الناس، يعطيهم شيء ويقول: أنا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالناس بعدين لما عرفوا أنه كان في السجن يتعجبون، قالوا: هذه كرامة. خرج ابن تيمية من السجن وأعطى بعض الفقراء والمحاويج. وهذا شيطان يريد أن يضل الناس ليتعلقوا بابن تيمية فقط، فيمارس أعمال ظاهرها الصلاح، يعطي الفقراء أو يعطي كذا أو نحو ذلك، يمارس أعمال. ولو فرض أنه جني كان يحب ابن تيمية واجتهد هذا الاجتهاد فهو اجتهاد خاطئ، لكن هذا لا يكون من جني صالح، إلا أن يكون جني جاهل، لأنه يكذب على الناس لما يقول أنا ابن تيمية ويعلق الناس، والصالح ما يكذب. فكونه يأتي، لأن في كلام لابن تيمية أحيانا قد يقول: قد يكون هذا من الجن الذين يحبوننا، لكن عمله غلط. حتى وإن كان يحبك ما يكذب على الناس ويقول أنا ابن تيمية، حتى يتصور الناس أن ابن تيمية له قدرة خارقة ينتقل من مكان إلى مكان، هذا ضلال. فلا يظن الناس أن هذا إقرار من ابن تيمية لهذا الفعل، وابن تيمية أجل من أن يقر هذا الفعل البتة.
وباب الدين مسدود إلا من طريق واحد وهو من طريق الكتاب والسنة. فهو هنا رد على الذين يقولون هذا من باب الكرامات. طبعا هو ذكر الذين يقولون فيه 77 و44 والقطب وكلام الترهات الموجودة في بعض كتب الصوفية، وقال هذه كلها كذب ليس لها أسانيد صحيحة البتة، كلها من الكذب الموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، قال فيرده قوله تعالى أإله مع الله، ويرده قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله، وكقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا ما استثنى فيه أحد، يعني أي مدعو من دون الله هو ما يملك قطمير، هذا يدخل في إبراهيم، يدخل في نوح، يدخل في أولي العزم من الرسل، لأنه بيّن أن من يدعى من دون الله فهو لا يملك قطمير. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير إيش هو يا أبو حذيفة؟ القطمير هو القشرة الرقيقة التي على نواة التمر، القشرة الرقيقة اللي على نواة التمر، يعني الملك كله لله، هؤلاء لا يملكون شيئا البتة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا من أظهر الأدلة على أن هذا الدعاء شرك، لأنه قال يكفرون بشرككم بهذا الدعاء فسماه شركا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، والمراد هو الله عز وجل، ولا ينبئك مثل الله عز وجل بهذه المسائل. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.